دفعة جديدة من السيارات الجديدة للأمن والدراجات النارية تأتي في سياق استراتيجية الجهود الأمنية المبذولة عبر مكافحة ظاهرة الجريمة. ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وفي إطار استتباب الأمن تمنح المصالح الأمنية بالمدينة العديد من الآليات لدعم جهود عناصر الأمن في تيسير سهولة التنقل. كاين 97 يعني سيارة كبيرة اصطفات، وكاين 34 سيارة خفيفة، كاين 467 دراجة نارية من الحجم الصغير. بالتكلفة المالية ديال هاد الآليات ديال هاد العملية هادي 40.750 مليون ديال الدرهم. هذه المبادرة تأتي استجابة للعديد من الإشكاليات الأمنية أبرزها ظاهرة الترميل، وللحد من استفحال جرائم السرقة وجرائم المنظمة وتوفير الأمن الذي صار يشكل أولوية بالنسبة لساكنة المدينة الذين بدأوا يستشعرون تحسنا في إطار الجهود الأمنية المبذولة. كاين تحسن في الأمن، وهذا احنا تسكن هنا في هذه المنطقه كان شويه تطلق السرقه تطلق، دابا شويه نقص داك الشيء. هذا المحيط دابا شويه هنا، هذه الجريده هذه هي اللي خص يكون فيها شويه الامن، هي من بعد ديال الدار البيضاء. كنظن حتى لي زون زعما كيبان لي فيكول ديال الشرطه وشي كي زعما في الليل بالاخص زعما كيدوروا في الازقه وكيدوروا في الممرات، زعما مقارنه مع الماضي كانوا شويه قلال. مقاربة تشاركية تتعزز اليوم بمدينة الدار البيضاء عبر التعاون المثمر بين المصالح الإدارية والولائية في إطار توفير الأمن وتسهيل تنقل عناصر الأمن بمختلف الأحياء والشوارع استجابة لحاجيات الساكنة في تعزيز توفير الأمن.